انسل من عتمة المعنى أغيب سدى خلعت علي لا ظلا ولا جسدا أمشي على الماء هل في الماء من قبس لما بدوت اختفى لما اختفيت بدا يرتد صوت من النار التي اتقدت يا رب يا رب من في. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. من عباد الله الذين ينالهم سلامه في الدنيا وفي الآخرة، والآخرة خير وأبقى. مصطلح الاصطفاء يا إخوة ينقسم في اللغة إلى ثلاثة أقسام. المادة الأولى تأتي من خلوص الشيء من الشوائب وما يقابل الكدر، فمنه أيضا كذلك الصفا والمروة، وهما الحجران الأملسان. في الدارج العماني نسمي التلة المرتفعة نسميها صفا، بحيث أنها هي صافية جاية من الصفو من الصفاء. وكذلك منه إن قول عز وجل: كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، مطر قوي فجعله إيش بعد ذلك صافيا. هكذا يا إخوة، يستطيع كل إنسان بهذا المعنى اللغوي أيضا المتناسب مع المعنى الاصطلاحي أن يسمو بنفسه وأن يصفيها من الدنس ومن من العيوب ومن الأخطاء، حتى يرتقي بها إلى 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 النفس الصافية الجميلة المرتقية. ثم يأتي بعد ذلك المصطلح الثاني اللي هو التفضيل المأخوذ من صفوة الشيء، بمعنى أن الإنسان إذا صفى نفسه من الدنس يستطيع بعد ذلك أن يعني يمعن الصفاء في نفسه حتى يرتقي ويصل إلى مصاف عليا أكبر. ومن ذلك الناس الذين يتقدمون في فعل الخيرات ويبادرون ويسارعون إلى منفعة الناس ومنفعة أوطانهم وخدمة الإسلام والمسلمين والناس أجمعين، فهؤلاء هم المبادرون بهذا المعنى الاصطلاحي الموافق للمعنى اللغوي. وتأتي بعد ذلك قمة المعنى، تأتي منزلة الاختيار، وهذه المنزلة هي منزلة صفوة الناس، هم صفوة الصفوة، هم الأنبياء، أنبياء الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء أيضا الله عز وجل يعني جعل فيهم هذه الميزة، ميزة التفضيل بالمصطلح الثاني في داخل الأنبياء، بحيث أنه فضل بعضهم على بعض، تلك الرسل وفضلنا بعضهم على بعض. فالله سبحانه وتعالى فضل النبي إبراهيم خليله بالخلة، فضل النبي موسى بأنه كليمة، وفضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خيرة الأنبياء ومنهم أولو العزم، هو صفوة صفوتهم، فضله الله عز وجل بأن جعله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، وهو مسك الختام صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن يا إخوة، نستطيع أن نرتقي بأنفسنا إلى الخلوص من العيوب، المصطلح الأول. نرتقي بأنفسنا كذلك إلى التفضيل، حتى نكون قريبين من صفوة الأنبياء وهم منزلة الاختيار، فأولئك الذين الله سبحانه وتعالى ينالهم رضوانه وصلاته، وجميع هؤلاء هم ينالهم سلام الله عز وجل. لكن هناك درجات يجب على الإنسان أن يرتقي على سلمها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان صوتك إذ ناديتني ولهن أم كنت من صاح بي والنار محض صدى.